بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق وصلنا معكم إلى هذه الفقرة الذاتي في العلوم قال وفي العلوم يسمى كل ما يقع في حد الموضوع كالزوج للعدد أو في جنسه كالزوج للاثنين أو معروضه كالناقص للأول أو معروض جنسه كالناقص لزوج الزوج ذاتيا يسمى ذاتيا ذاتيا هنا يعني العرض الذاتي اللازم عام أنه يطلب أو لا يطلب في العلوم إذا كان الباحث عنها علما واحدا نعم يجب أن يكون الموضوع واحدا تعدد الموضوعات تؤدي إلى تعدد اللوازم لا العلم له شخصات الشخص الأولى الموضوع الجامع لجميع مسائله ثم الجامع الانتزاعي ثم المسائل التي تنبثق من ذلك الموضوع إذا تعين بتعيناته. المسائل فقط التي تطلب يعني اللوازم التي هي غير واضحة نستدل عليها. أما اللوازم التي هي بينة لا تطلق عليها المسائل في العلوم. ثم المنهجية. المنهجية على قسمين، منهجية عامة تحليل والتركيب. هذه تنطبق على جميع العلوم، توظفها جميع العلوم، ومنهجية خاصة تليق بهذا الموضوع ومسائله، لا تطال العلوم الأخرى، نعم، إذا هنا يشير إلى الذات الذي في العلوم، نعم، هذا الذات إذا تكرر تكررت المسائل فتشكل العلم بموضوعه بمسائله بمنهجيته وبغايته هذه هي شخصات العلم اقول قد بينا ان مقدمات البرهان يجب ان تكون ذاتيه نعم مناسبه مسانخه هي هي الموضوع بنحو وبينا ان الذاتي في كتاب البرهان يطلق على ما يؤخذ في حد الموضوع جنس وفص هذا باب الكليات الخمس باب التصورات ما عنده علاقه بالبرهان ولا يطلب في البرهان وليس مساله لا معنى ان تسال عن مكونات التصور هذه يعني خرافه لانه يعني قضايا تحليليه بديهيه او يؤخذ الموضوع في حده قلنا هنا في حده مسامحه لانك تتعامل مع اللوازم ليس الحد المكونات الذاتية الجنس والفصل يعني يؤخذ الموضوع في تعريفه وهذا هو العرضي الذاتي هذا على قسمين عرضي ذاتي بين يعني لازم مبين وعرضي ذاتي لازم غير بين هذا يحتاج إلى عملية استدلال فهذا الذي يسمى مسألة يسأل عنه نعم وكانت المقدمات المستعملة في البرهان أعم من ذلك فإن كل ما يقع في حده الموضوع في حد أو جزء الموضوع أو معروض الموضوع أو معروض جنسي يسمى ذاتيا في العلوم نعم إذا العرضي الذاتي هنا إشارة إلى مصدره أنت لا تطلب الذاتيات الإساغوجي الكليات الخمس تقول برهن على ان الانسان حيوان لا لا يمكن قضيه تحليليه توتولوجيك يكفي مبدا التناقض للوصول اليها يعني اذا انت نفيت الحيوان تقع في التناقض انسان حيوان ليس حيوان لا معنى لاثبات الذاتيات المقومه في الكليات الخمس باب صغوجي تحصيل للحصر لكن هذه المكونات لها لوازم لها لوازم ليس من طبيعة اللوازم التي تقوم الجنس والفصل الذي يقوم إذا كان هو يحتوي على الذاتيين جنس والفصل وكلاهما له لوازم هذه اللوازم تثبت للموضوع فقط مع قيد اللازم الذي يثبت للموضوع يجب أن تقيده تقيده بما يناسب الموضوع لأن الحيوان الجنس من مصادق الحيوان الجنس عام في الحمل من الموضوع تقول الإنسان حيوان نعم مقاوم في الذات لكن في البعد الحملي الابيستيميك يصير أعم أعم فالإنسان حيوان كل وزن الحيوان تأتي إلى الإنسان لا أبدا تأتي تأتي لوزن التي تناسب الإنسان الحيوان في مصداق ينهق الإنسان ينهق لا أبدا فاللوازم لا تأتي من 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 العام يجب أن تخصص مما يلازم الموضوع نعم الحيوانات بأسرها لا فرق استثني الإنسان من دائرة الحيوان كل حيوانة تحس لكن الوعي بذلك الحس ما عنده الانسان عنده الوعي بالحس ويشتغل عليه حتى يصل الى الكليات الوعي بذلك الوعي ما عنده الحيوان الانسان عنده اذا حساسيه الانسان خاصه بالانسان نعم يعني حساسيه حيوانيه خاصه بالانسان نعم ولهذا يقول فان كل ما يقع في حده الموضوع في حده الموضوع انظر يعني يعرف هذا العرض الذاتي يعرف بالموضوع اذا هنا يشير الى العرض الذاتي يعني اللوازم نعم اخرج الجنس والفصل او جزء الموضوع جزء الموضوع يشمله ذاتي باب البرهان صحيح انه لا يطلب يعني الجنس والفصل او معروضه. نعم. معروض هنا أو جزء الموضوع أو معروض جزء الموضوع. معروض الجنس. يثبت كعرض ذاتي للإنسان إلا أنه يجب أن يخصص بما يساوي الإنسان. أو معروض جنسه. هنا معروض جنسه إذا طبقنا قاعدة اللف والنشر. نقول هكذا في التطبيق دقق جيد معي فإن كل ما يقع في حده الموضوع قلنا الضابط المعرفية العرض الذاتي يعرف بالموضوع إذا هذا عرضي ذاتي بمجرد أن الموضوع يعرفه فهو عرض ذاتي أو جزء الموضوع جزء الموضوع يعني الجنس والفصل صحيح من ذات باب البرهان إلا أنها ليست من المسائل أو معروضه معروضه من؟ معروض العرض الذاتي قلنا الوجود يتعين بالعليه والعليه تتعين بالتقدم تقدم على معلولها تقدم بالذات اذا التقدم عرض للعليه فيعرض للوجود نعم او معروضه يعني معروض من وقع الموضوع في حده أو معروض جنسه يعني لف نشر مرتب أو معروضه رجح إلى ما يقع في حد الموضوع ومعروض جنسه ما يقع في جزء الموضوع بوصفه جنسا يسمى ذاتيا في العلوم ذاتيا في العلوم يعني يطلب في العلوم مسألة في العلوم إذا لم يكن بينا إذا كان بينا لا يكون آه لا يكون مسألة ذات باب باب الإيساغوجي جنس الفصل هذا خاص بالتصور ليس مسألة برهانية جيد هنا, هنا واضح جدا والسبب فيه يريد يبين الملاك أن العلوم العلوم هنا بمعنى الحقول المعرفية الحقول المعرفية يعني مجموعة مسائل متناسقة متناسقة كشف التناسق هو المنهجية من متمايزة بحسب تمايز موضوعاتها هذا مبنى في من يميز العلوم بالمنهجية وفي من يميز العلوم بالغاية المبنى الراجح هو التمايز بالعلوم بالموضوعات الطب الجسم من حيث الصحة والمرض الفلك الجسم من حيث الغروب والشروق فيزياء الجسم من حيث حركة والسكون الفلسفة الوجود المطلق وهكذا موضوعات هي التي تميز العلوم والعرضي الذاتي وليس العرض الذاتي مسابحة والعرضي الذاتي العرضي الذي يقع في مقابل الذاتي إساغوجي الذاتي المقوم والعرضي الذاتي العرضي يعني يخرج عن المكونات الجنس والفصل الذاتي يعني من صميم الذات يعني لا هوية له إلا الذات قد يحمل في كل علم على موضوع ذلك العلم تقول وجود أصيل الاصاله عرضي ذاتي لاصل الوجود الوجود مشكك التشكيك عرضي ذاتي لاصل الوجود نعم كما يح يحمل الناقص يروح الى الرياضيات بالله عليك يروح الى العقائد يروح الى الفلسفه الناقص من يعرف الان نقص الرياضيات قديمه كما يحمل الناقص يعني هذه عرض ذاتي للعدد والزوج الانقسام إلى قسمين نعم على العدد نقول عدد ناقص والعدد زوج الناقص حيثية من حيثية العدد لا يهمنا إذن الناقص مباشرة حمل على موضوع الحساب العدد والزوجية كذلك الذي هو موضوع من الحساب وقد يحمل العرضي الذاتي على أنواع الموضوع أنواع الموضوع فالموضوع يكون كالجنس لتلك الأنواع نعم الأنواع ما هي؟ هي الموضوع بنحو فما يثبت لها هو للموضوع الأنواع لا هوية لها هو هي الموضوع بنحو ما يثبت لها يثبت للموضوع. كما يحمل الزوج على الاثنين الذي هو نوع من العدد نعم تقول اثنين زوج نعم اذا الزوجيه هنا حمل على الاثنين لماذا لان ملاك القسمه فيها ملاك القسمه الى متساويين اذا القسمه الى متساويين تعرض العدد إذا من شؤونات العدد أنه ينقسم إلى متساويين، فتأتي الزوجية إذا كل عدد من أنواع العدد كل نوع من نوع العدد ينقسم به إلى متساويين له هذه الضابطة فيكون ماذا؟ زوجان نعم إذا العدد هنا موضوع نوع من أنواعه هو ماذا؟ الاثنين اذا كان العدد ينقسم الى متساويين فإذا كانت الاثنين تنقسم متساويين فتكون عددا نعم اما احراز العدد لوحده وتقول منقسم من متساويين لا لان العدد فيه فرد وفيه زوج نعم والزوجية عرض ذاتي والفردية عرض ذاتي اذا كل نوع من تحت تحت العدد وله الخاصية بالانقسام إلى قسمين فيكون زوجا يحمل على الزوج آه يحمل الزوج على الاثنين تقول اثنان زوج الذي هو نوع للعدد اثنان نوع للعدد والنوع آخر ما هو الفرد الذي هو الموضوع لعلم الحساب لاحظت إذا ما ثبت للنوع ثبت للموضوع، وقد يحمل على أعراض أخرى ذاتية للموضوع، تقول وجود علة، يعني اتصف بالعلية، هذا عرض للموضوع، ثم يأتي التقدم لمن؟ للعلية، هذا التقدم حتما للموضوع، لأن العلية لا هوية لها، وقد يحمل على أعراض أخرى ذاتية للموضوع، كما يحمل الناقص على الاول أو على أو على الزوج أو الفرد التي هي أعراض العدد وذاتية له هذه مصطلحات مصطلحات حسابية أنا آتي بالفلسفة أحسن نعم أو تقول في مقام الإثبات في مقام النظم المنطقي الله تعين الله تعين بي بالحياة فيتعين بالعلم الحياة هنا واسطة إثباتية ولا يمكن أن تكون واسطة في مقام الوجود مقام التحقق لنا لا هوية له نعم نعم تقول الله عالم وكل عالم حي الحياة علم فعال فالله حي فعندك هنا عرضيان ذاتيان عرضي الذاتي الأول العلم عرضي الثاني الحياة العلم من أين تكتشفه تكتشفه ممكن من الصنع تأمل في الآيات الأفقية والأنفسية تقول الذي صنع هذا الإتقان الجميل حتما عنده الكاشفية عنده العلم لا يصنع بدون علم هذا الإتقان الجهل لا يؤدي إلى شيء فاكتشفت أن حيثية العلم أو تذهب إلى بسيط الحقيقة تقول الذات الإلهية بسيط الحقيقة يعني كل الكمالات ولا يعتريها النقص أبدا العلم كمال فالعلم صفة من صفات الله تعالى ثم العلم مقوم من مقومات الحياة هنا التقويم طبعا التقويم بالتقويم اللزومي يعني الحياة تلازم العلم أينما يكون العلم تكون حياتنا الحياة هي عالم فعال دراك فعال فالعلم يلازم الحياة حيث كان تكون الحياة فالله تعالى حي العرض الذات العلم أوصلنا إلى العرض الذات ثاني هو الحياة وقد يحمل على اعراض اخرى ذاتيه للموضوع كما يحمل الناقص على الاول او على الزوج او الفرد التي هي اعراض العدد وذاتيه له اذا الناقص الذي عرض الاول كمصطلح او على الزوج او الفرد التي هي اعراض ذاتيه للعدد وذاتيه له فالناقص يكون عرضيا ذاتيا للعدد وقد يحمل على انواع هذه الاعراض لا يروح إلى أنواع الموضوع يروح حتى أنواع الأعراض طبعا هنا الأنواع الأعراض مسامحة الفلسفة الإسلامية حتى في الحكمة المتعالية تتنفس سينويا نعم الشيخ مصباح الله يرحمه يدرس الفلسفة بذهنية سينوية ذهنية ماهوية حتى الحكمة المتعالية يدرسها بذهنية سينوية ماهوية حتى صدر المتالي رحمة الله عليه يقارب مسائله الجميلة جدا اللي هي تنتمي إلى الوجود ما عندها علاقة بالماهية بذهنية سينوية ولهذا الطالب لا يفهم ما معنى أصالة الوجود والمسائل المترتبة على أصل الوجود المنهجية التدريسية خطأ مئة بالمئة نعم بمجرد أن تقارب الحكمة المتعالية بمطلق النظم المنطقي فأنت سينوي أرسطي ماهوي نعم وقد يحمل يعني العرض عرض العرضي الذاتي على انواع هذه الاعراض الاعراض هي لوازم وليست ماهيات نعم فكيف تكون لها انواع نعم تكون لها تعيينات اخرى نعم فهذه التعيينات كذلك هي تعيينات للموضوع إن التعين العرضي هو تعين الموضوع في الأصل كما بينت لك الآن الحياة هي تابعة للعلم ملازمة للعلم فهي في الأصل من للذات نعم في مقام العلم مقام النظم المنطقي أنت أثبتها للعلم ولا في الحقيقة في مقام الأنطولوجي هي لمن للذات الإلهية كما يحمل الناقص على زوج الزوج الذي هو نوع للزوج العارض للموضوع عندنا الزوج الزوج عرضي ذاتي لمن؟ للزوج والزوج عرضي للعدد إذا زوج الزوج هذا عرضي للعدد الذي هو العدد وجميع ذلك يسمى عرضيا ذاتيا عرضا خطا أكتب عرضيا ذاتيا هو الصحيح نعم إذا هنا يشير إلى تجليات العرض الذاتي المتعددة إما أن تصل إلى الموضوع مباشرة وإما أن تأتيه من شؤونته مرة تكون شؤونات هذه الداخلية مكونات داخلية جنس وفصل مرة تأتيه من اللوازم كل من أتى من هذه المكونات الداخلية والخارجية فهو عرضي ذاتي مع فقط قيد ما جاء من الجنس يجب أن يخصص بما يناسب الموضوع النوع وإلا وقعنا في كارثة نعم أما إذا جئت إلى صدر المتألهين الموضوع ما هو؟ الموجود الأعراض الذاتية تناسب الوجود الماهية هناك غير موجودة ما هي مجازية متن بالعرض إذا هذه الأقسام العرض ذاتي كلها تختفي نعم. يبقى فقط وهو الذي يعرض الموضوع مباشرة حتى لو عرض من عرض ذاته حتى لو عرض من عرض ذاته مباشرة مباشرة لأن العلية بالنسبة للوجود العلية ما هي الوجود الذي صدر عنه شيء إذا من من المتقدم العل وصف العلية أم أم الوجود لا تقول وجود شيخنا الوجود الصادر عنه حتما يكون متقدما على المعلول لكن في النسق الحكمة الإلهية في النظام العناية الإلهية الصدور هو باب العلية والمعلولية تقول الوجود الذي تعين بالعلية يتعين في مرتبة دانية بالمعلولية فالعلية وصف العلية سابق على وصف المعلولية إذن التقدم هنا جاء ببركة العلية إلى أنه هو وصف للوجود وصف للوجود والمحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع هو الأول لا غير والمحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع هو الأول لا غير نعم يعني من هذه الأقسام قلنا في قسم يعرض الموضوع مباشرة ليس من خلال من خلال شؤونته لماذا؟ لأنه يأتي الموضوع في تعريفه وقلنا هذا يصدق على العرضي الذاتي في الحكمة المتعالية نعم الوجود يدخل فيها كلها فما عندنا وسائط لماذا؟ لأن الوجود لا جنس له ولا فصل له فلوازمه هي حيثياته نعم والمحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع هو الأول غير الأول في القسمة كما نعم يقول والسبب فيه أن العلوم متميزة بحبسة بتميز موضوعاتها والعرضي الذاتي قد يحمل في كل علم على موضوع ذلك العلم من هو الذي يؤخذ الموضوع في حده مباشره إذن في الحكمة المتعالية فقط هذا الباقي كلها في النسق الماهوي والمحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع مباشرة بدون توسط شيء هو الأول لا غير يعني هو النوع الأول في العبارة السابقة بل المأخوذ في حده في الثاني جنس الموضوع انظر في الثاني يأخذ فيه جنس الموضوع يعني الذي هو أعلى انظر كلمة جنس الموضوع في الحكمة المتعالية ما عندنا جنس للوجود أعلى من الوجود ما عندنا، إذا هذا العرض ذاتي بخار ما عندنا هذا في النسق هو السينوي بل بل المأخوذ في حده في الثاني جنس الموضوع الذي هو العدد وفي الثالث معروض الموضوع عن العدد أيضا وهو وفي الرابع معروض جنس الموضوع وهو العدد أيضا هذه كلها أعراض ذاتية ولما كانت يعني تفصيل فقط ولما كانت يريد بين إن, ان هذه العباره والمحمول الذي اخذ في حده الموضوع هو الاول لا غير بل الماخوذ في حده في الثاني جنس الموضوع الذي هو العدد وفي الثالث معروض الموضوع عن العدد ايضا وفي الرابع معروض جنس الموضوع والعدد ايضا يريد يبين لك هذه الحقيقه اياك اياك ان تدخل الجنس والفصل في المسائل البرهانيه لأن يعني هذه خاصه بالتصور تحصيل الحصر إذا تأتي باللوازم لوازم هذه الأشياء نعم مقبولة مع قيد أن ما يأتي من الجنس لأن الجنس عام لا يتجلى فقط في الموضوع يتجلى في موضوعات أخرى إذا لا تأتي بصفاته بنحو الكلية والعموم خصصه بما يناسب الموضوع وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه ولما كانت المحمولات البرهانية ذاتية يعني من الأعراض ذاتية كان جميع ذلك من الأعراض ذاتية يعني يعني كلها تطلب في العلوم إذا لم تكن بينة لكن ينبغي أن يقيد ما يؤخذ في ما يؤخذ في حد جنس الموضوع هذا يجب أن يقيد لأن الجنس عام قد يأتي بمحمولات غريبة عن الإنسان نعم الحيوان قد يتجلى في الصهيليه الإنسان صاهل من الأعراض الذاتية للحيوان الصهيليه هل الإنسان صاهل لا تقول اذا كل العرضيات التي تاتي من الحيوان في الانسان يجب ان تقيد بما يناسب الانسان ولهذا يقول نعم يقول لكن يعني استثناء ينبغي ان يقيد يعني هذا العرض الذاتي ما يؤخذ في حده جنس الموضوع بما لا يخرج عن العلم البحث عنه يعني بما يناسب الموضوع زيادة على الموضوع لا لأن الجنس عام نعم فإن العرضي الذي يؤخذ في حده جنس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لا يسمى عرضا عرضيا ذاتيا كالصاهلية بالنسبة إلى الإنسان لا هذا غريب نعم وإليه أشار بقوله إذا كان الباحثون علما واحدا يعني وحدة الموضوع أما الصاهلية لا يدرسها لكن ليس في موضوع الانسان في موضوع الفرس نعم هذا اذا اريد بالموضوع موضوع القضيه خلي هذا ان شاء الله يصل في الحصه القادمه اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد